أجل تطوير البنية التحتية شريان التنمية في البلاد. أنهى رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عبد الإله بن كيران اليوم زيارة العمل التي أداها إلى تونس على رأس وفد هام. وكان رئيس الحكومة المغربية استهل زيارته أمس بلقاء رئيس الحكومة المؤقت حماد جبالي قبل أن يجتمع اليوم برئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. لقاءات كان ديدنها العمل المشترك من أجل بناء وحدة مغربية حقيقية. العمل على بناء وحدة مغاربية حقيقية هو حجر الأساس لزيارة الأخوة والعمل التي يؤديها رئيس الحكومة بالمملكة المغربية عبد الإله بن كيران. بن كيران التقى اليوم رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، وعبر عقب اللقاء عن تفاؤله بالمسار الديمقراطي بكل من تونس والمغرب باعتباره منطلقا لاستكمال بناء الصرح المغربي. نقيم هذا الصرح المطلوب، يعني ليس أخويا فقط وهذا مهم جدا، ولكن المطلوب استراتيجيا والمطلوب للمستقبل والذي سوف يقع في جميع الأحوال. هذا اللقاء عقب الذي أجراه رئيس الحكومة المغربي برئيس الحكومة المؤقت حماد جبالي على رأس وفد هام يضم بالخصوص وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية. بن كيران أكد بعد هذا اللقاء أن النجاح يكمن في التعاون والشروع في مسيرة التوحد والتكامل الاقتصادي دون تحفظ أو حسابات ضيقة حسب تعبيره. نعطي عمليا مثال المثال للجميع بأنه التعاون الحقيقي بين الدولتين وبين الشعبين من خلال تكسير كافة الحواجز. دعوة رئيس حكومة المملكة المغربية إلى عطاء المثال تنطلق من معطن اقتصادي ثابت يؤكد كل عام حجم الخسائر التي تتكبدها دول المغرب العربي نتيجة عدم تفعيل اتحادهم، غير أن كلا الحكومتين تريان فيما حصل من تحولات في بلدان المغرب العربي دفعا لإعادة هيكلة مؤسسات هذا الاتحاد. هذا الأمر شدد عليه رئيس حكومة المملكة المغربية لدى تحادثه أيضا مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، حيث أكد ضرورة تمكين جاليتي البلدين من الحقوق الخمسة على غرار الحق في التنقل والاستقرار والعمل والاستثمار والملكية. الآن لم يبقى أمامنا إلا أن نتوكل على الله ونعطي مضمونا حقيقيا لهذه المشاعر الطيبة. يشار إلى أنه تم تحديد يوم 15 من جوان القادم موعدا لأول جلسة للجنة العليا المشتركة التونسية المغربية بعد الثورة في الرباط. كما يشار أيضا إلى المستوى المتواضع للتبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 250 مليون دينار تونسي، في انتظار ما ستثمره الزيارتان المقبلتان لبن كيران إلى تونس خلال شهري جوان وأكتوبر القادمين.